السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا المتابعين لصفحتنا فاير فايتنج أكاديمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مرحبا بكم مجددا. ما زلنا معكم دائما في الكود NFPA 13 في إصدار الأخير 2016، ونحن في الفصل الثامن من متطلبات التركيب. معكم دائما المهندس رياض فاضل النجار. تكلمنا عن الفصل الثامن في الحلقات أو الجلسات الماضية في أجزاء ستة. نحن اليوم في الجزء السابع من هذا الفصل، سوف نتكلم عن الفقرة 8-16 Piping Installation، والتي تحتوي على ست فقرات فرعية: Valves, Drain, Provision for Flushing Systems, Protection of Piping, Protection of Riser أو Air Venting. إذن ست فقرات فرعية. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن الفقرة الأولى، هي المحابس بأنواعها والتوصيات المختلفة حول هذه المحابس. لدينا أولا لابد من التعرف على كلمة Control Valve. ما هو Control Valve؟ عندما يمر معنا في الكود Control Valve، Control Valve هو الذي يتحكم بكمية الماء الذي يمر إلى أنظمة الحماية. ولكن هل كل المحابس التي تمر بها الماء تعتبر Control Valve؟ الكود يقول لا، هو including gate or butterfly type valves، ولا يشمل المحابس الأوتوماتيكية مثل محابس الغمر والمحابس الأنظمة بري أكشن، وأيضا لا تشمل مثل الهوز فالفز، هذه لا تدخل الانسبكتورز تيست فالفز، محابس التصريف، محابس الاختبار، محابس التريم فالفز لمحابس الجافة، محابس كما ذكرنا التشيك فالف لا يدخل، الريليف فالف لا يدخل، كل هذه المحابس لا تدخل في مصطلح كنترول فالف. كنترول فالف إذن هو يقتصر هنا حسب توصيه الكود والهاند بوك بالجيت والباتر فلاي تايب فقط. النقطه الاولى تعطينا شكلا يوضح فيه كيفيه التوصيلات. نلاحظ هنا في الويت بايب أن الماء يدخل من السيستم، يوجد أولا محبس تحكم، هذا الـ Indicating Type Valve، بعد ذلك هو نجد الـ Alarm Valve، وبعد الـ Alarm Valve نوصل وسط الدفاع المدني مع وجود Check Valve عليها. أما بالـ Dry Pipe System نجد أننا يتم تركيب Check Valve ومحبس Control تحكم، وان بعد محبس التحكم يتم شبك وصلة الدفاع المدني مع محبس منع الرجوع، وبعدها يتم وضع المحبس الجاف. اما اذا كان لدينا نظام يغذي جاف ورطب حسب الشكل هنا، نجد انه على الخط الواصل لابد من تركيب تشيك وكنترول، اما على كل محبس او على كل رايزر صاعد نظام فيتم يوجد المحبس التحكم، وهنا الالارم فالف، وهنا محبس التحكم، وهنا الدرايف فالف، وان وسط الدفاع المدني تغذي النظامين من قبل محابس التحكم. اما هنا بالبري اكشن سيستم فبعد التشيك كنترول والبري اكشن وبعد البري اكشن فالف يتم توصيل وصلة الدفاع المدني، وبعدها ايضا تشيك فالف. بالنسبة لنظام الغمر لدينا تشيك فالف، محبس تحكم، محبس الغمر، وبعده يتم وصلة الدفاع المدني مع التشيك فالف الخاص بها. إذا هذا في النقطة الأولى. ننتقل إلى النقاط الأخرى وهي كالمقدمة العامة أو الجنرال. الجنرال تقول أنه أي وصلة إمداد ماء تدخل إلى أنظمة المكافحة الموجودة داخل المبنى لابد أن تمر عبر محبس تحكم. هذا المحبس إما أن يكون موجود في الخارج أو أن يكون موجود بالداخل، ولكن صفة الموجود بالداخل أن يكون بالقرب من الجدار الخارجي للمبنى. هذه هي طبعا الذي يذكرون أو تابعوا الدورة الخاصة بالمواسير Underground، طبعا شرحنا سبب هذه العبارة Need the outside wall of the building، فلعلكم ترجعون إلى الفقرة أو التسجيلات الخاصة بالفصل العاشر يعني لمزيد توسع حول هذه النقطة. طبعا ذكرنا أن المحابس التي تغذي لابد من وضعها طبعا في إما في الداخل أو في الخارج، ولكن عند وضعها لابد من أن تكون، والمميزة أن تكون accessible، يمكن الوصول إليها من الشخص المسؤول والمؤهل والمخول طبعا، وخاصة في أوقات الطوارئ.
بالنسبة للمحابس الخارجية، هناك أربع احتمالات للتركيب. إما أن يتم تركيب listed indicating valves. طبعا معنى كلمة indicating هي الكلمة الأعم هنا بالنسبة للكود. الindicating هو المحبس الذي بالنظر إليه نعلم هل هو مفتوح أو مغلق. هذه هي كلمة الindicating. ربما تشمل المحابس الـ OS and Y، ربما البوست انديكيتور فالف وغير ذلك. كل محبس يشير بالنظر اليه نعلم ان هو مفتوح او مغلق، هذا هو الانديكيتنج. طبعا من صفات هذا الانديكيتنج انه لا بالقرب من المبنى بمقدار 12 متر لا على الاقل، طبعا حسب المساحه اذا سمحت بذلك. طبعا او محبس موجود في الستير تاور او في فالف روم اكسسبل فروم اوتسايد، او لدينا محبس موجود على الريازر مع indicating post arrange. طبعا البوست arrange او indicating post indicating valve هذا يوجد عليه كتابة كما سوف يمر معنا لاحقا، هذه الكتابة اما open او closed. والنقطة الرابعة هي المحابس المدفونة تحت الارض والتي تعمل بالونش الكي operated valves، فهنا مفتاح، يوجد مفتاح لفتح هذه المحابس. فهذه أربع أنواع يسمح باستخدامها فيما يتعلق بالOutside Control Valves. طبعا من فقرات الكود تقول أن كل أنظمة الرشاشات لابد أن تزود بListed Indicating Valve. ذكرنا الIndicating هي الذي بالنظر إليه نعلم هل هو مفتوح أو مغلق، والListed هو مسجل حاصل على UFM أو ما حسب الجهة صاحبة الصلاحية، وطبعا موجود ليتحكم بمصادر الماء، بمصادر الماء الآلية. طبعا على الأقل لابد من تزويد محبس واحد لكل وصلة إمداد ماء، ولكن هذا الكلام لا يطبق على وصلة الدفاع المدني. وصلة الدفاع المدني تعتبر من مصادر إمداد الماء، ولكن لا يتم تركيب محبس عزل عليها، فقط نكتفي بمحبس عدم رجوع على وصلة الدفاع المدني. طبعا كما ذكرنا ان لابد من كل وسط امداد ماء ان يحتوي على محبس. هذا الشكل لدينا مبنى هاي رايز بيلدينج، يوجد فيه رايزرين لتغطيه كامل المساحه. نجد ان نشوف الرايزرين موجودين هنا حسب الشكل هذا الموجود، موجودين في الستير. طبعا وهنا ايضا ملاحظه انها بالقرب من الجدار الخارجي، هذه نقطة فيما يتعلق بالأمر. ولكن هنا الإشارة إلى أن المحبس، مجموعة محابس موجود لدينا Water Flow Switch، ويوجد لدينا OSY Control Valve، ولدينا أيضا Pressure Regulating Control Valve. طبعا ليس بالضرورة تركيب Pressure Regulating، ولكن هنا إذا كان الضغط يزيد عن ما هو مسموح كما سمر معنا إن شاء الله في هذا الجزء السابع، فإنه يتم تركيب مثل هذا المحبس لتخفيض الضغط. طبعا الشخص المخول يجب أن يكون أو أن يصل أو أن يكون قادر على الوصول للمحابس التحكم من دون وجود أي إعاقة. وهنا نقطة، طبعا هذا من الهاندبوك، تقول أنه أمثلة على محابس التحكم التي لا تعتبر أكسيسبل هو المحابس الموجودة فوق الأسقف المستعارة، حيث يضطر الشخص إلى إحضار سلم معه، يحضر سلم ويزيل البلاطات السقف فكل للوصول الى المحبس. فكل هذا حسب توصيه الكود بان يكون اكسسبل، فهذا غير مقبول، هذا غير مقبول. طبعا هذا شائع الاستعمال للاسف يعني، ولكنه غير مقبول. وايضا من الامثله الاخرى على ان المحبس ان اكسسبل، طبعا اذا كان المحبس موجود في اماكن أو فيها حواليه تجهيزات، فبالتالي الوصول إلى هذا المحبس يتعارض مع تجهيزات، أو لابد من اتخاذ بعض الإجراءات مثل قص أو إزالة يعني أو إزاحة أو إزالة أو ما أشبه ذلك. فكل هذه تؤدي إلى أمور غير جيدة أو غير آمنة، فبالتالي هذه لا تعتبر من الأكسسبل. أما إذا كان لدينا المحبس موجود فوق السقف، ولكن لدينا سلم دائم موجود، لدينا سلم دائم موجود، أو لدينا أن المحبس موصول بسلسلة، هذه السلسلة يمكن التحكم بالمحبس الموجود في الأعلى من الأرض. عند ذلك من الأمور المسموح بها أن يوضع المحابس التحكم على مستوى عالي. طبعا الكود يعني لا يوجد فيه توصيف دقيق
مكان تركيب محابس التحكم، مثل أن يوصي أن يتم تركيب بالمنطقة المعينة على الارتفاع المعين. حتى الآن لا يوجد في الكود مثل هذه التوصية. هذا الشكل يوضح توصيل وصلة الدفاع المدني خصوصا، وأنه لا تحتوي إلا على تشيك فالف، ويوجد هنا محبس للتصريف فقط. هذه هي خصوصا الخاصة بوصلة الدفاع المدني. بالنسبة للمحابس، كل محبس لابد أن يتم مراقبة هذا المحبس لأخذ إشارة، لمعرفة هل هو يعمل لا يعمل، open closed. فلا بد من مراقبة هذه المحابس. المراقبة تتم وفقا لأربع طرق. الطريقة الأولى، إما أن تكون لدينا محطة إنذار مركزية، أو لدينا محطة إنذار محلية بحيث يوجد شخص يسمع أو يشاهد الإشارة الصوتية أو الضوئية، أو أن المحبس مقفول بطريقة معينة في الوضع الصحيح للانفتاح، أو أن المحبس موجود ضمن مثلا منطقة مغلقة ومراقب تحت من تصرف المالك إلى آخره، أو أنه مثلا مختوم بالأوبن بوزيشن ويتم التشيك عليه وفحصه أسبوعيا. إذا هذه أربع نقاط مقبولة بالنسبة للمراقبة الخاصة بالمحابس. نقطة أخرى تتعلق بالفلور كنترول فالفز الموجود في الهاي رايز بيلدينج، وأيضا المحابس المتحكمة بتدفق للرشاشات في السيركيوليتنج كلوزد لوب سيستم، يجب أن تتوافق مع البنود السابقة الواحد واثنين. إذا واحد واثنين لازم لابد من وجود محطة تنبيه إما مركزية أو محلية في الأبنية الهاي رايز بيلدينج، أو إذا كانت لدينا الأنظمة لوب سيركوليتنج كلوز لوب. إذا هذه حالتين لابد من أن تكون هنا المحطة مركزية، محطة إنذار. أما ما تبقى فيسمح باستخدام الأنواع الأربعة السابقة. طبعا المراقبة لا تخضع ل أو تطبيق المراقبة لا يخضع، أو المحابس اللي المدفونة تحت الأرض لا تخضع لعملية المراقبة المذكورة في النقاط الأربعة السابقة. وايضا بالنسبه للمحابس المركبه من الاعلى، يجب ان مثلا ذكرنا ان المحبس هو انديكيتنج، بالنظر اليه نعلم انه مفتوح او مغلق، فبالتالي يجب ان اذا وقفت على الارض انظر الى المحبس اعلم ان هو مفتوح او مغلق من دون الحاجه، فبالتالي الانديكيتنج فيتشر يجب ان تكون مرئيه من الاسفل. هذه نقطه مهمه. بالنسبه لي اذا تم تركيب باك فلو بريفنشن اسمبلي، هل هذه الباك فلو بريفنشن اسمبلي تعتبر كنترول فالف؟ يمكن ان تعتبر بشرط ان تكون هي من مواصفاتها مسجله لان تكون كمحبس تحكم، وايضا ففي هذه الحاله لا داعي لتركيب محبس تحكم اضافي. بالنسبة للتشيك فالف، طبعا التشيك فالف إذا كان كنقطة أولى وكبدأ إذا كان مدفون لابد من أن يكون سهل الوصول إليه لأغراض الصيانة. هذا أمر يعني من الأمور التي ينبه عليها الكود. طبعا متى نركب التشيك فالف؟ يقول إذا كان لدينا أكثر من مصدر إمداد ماء فلا بد من تركيب التشيك فالف على كل مصدر، تماما كما في وصل الدفاع المدني يتم تركيب هو مصدر للماء فنركب شيك فالف، وإذا كان لدي مصدر آخر مثلا هو من الخزان أو البلدية أو ما أشبه فأيضا يتم تركيب شيك فالف. الليستد باك فلو بريفنشن ديفايس تعتبر شيك فالف، فبالتالي لا داعي لتركيب شيك فالف آخر. في خزانات الضغط أو خزانات المضغوطة اللي فيها الهواء مضغوط والماء مضغوط لا داعي لتركيب تشيك فالف، ويمكن للتشيك فالف ان يركب بشكل رأسي او بشكل افقي، وطبعا وفقا لتوصيات الصانع. اذا كان لدينا نظام رشاشات رطب مفرد ومجهز بوصل الدفاع مدني، فالارم فالف يعتبر تشيك فالف، وبالتالي لا داعي لتركيب تشيك فالف اخر. اذا لدينا نظام واحد هو السنجل ويت بايب سبرينكلر سيستم، يوجد لديه تشيك فالف، هو الفاير الارم يعتبر تشيك فالف، فبالتالي لا داعي لتركيب تشيك فالف اخر. النقطة التالية هي الكنترول فالفز ويز تشيك فالف، محابس تحكم ومحابس مع محابس عدم
رجوع، طبعا هنا الكود يوصي بالرجوع إلى فقرة إلى شكل معين، وأيضا إلى الذهاب إلى الـ NFPA 22 لمزيد من المعلومات. إذا هذا هو لدينا الشكل الذي المذكور هنا أن نعود إليه. لدينا هنا الإمداد القادم من البلدية، لدينا هنا تشيك فولف، ولدينا محبس تحكم، وبعده لدينا الفاير ديبارتمنت كونكشن، وأيضا لا ننسى هنا محبس التصريف. وهنا أيضا الخط القادم من البلدية يوجد عليه محبس تحكم. من هذه الفقرات تقول، أو النقاط الفرعية في هذه الفقرات، أنه كل في التوصيل أو في خط الإمداد الموجود لكل مصدر إمداد ماء لابد من تركيب ليستد إنديكيتنج فالف أو بوست إنديكيتنج فالفز على كلا طرفي التشيك فالف. إذا يتم تركيب محبسين على طرفي التشيك فالف المطلوب في الفقرة 816.1.1.3 السابقة. طبعا محبس الموجود من الخط القادم من البلدية، ولو كان نون انديكيتنج كنترول فالف، يسمح باعتباره وتركيبه على كما في الصورة تماما، ولا داعي لتركيب محبس آخر. هنا لدينا محبس قادم من البلدية، ولو كان نون انديكيتنج فالف فهو يكفي لتركيبه قبل التشيك فالف، يكفي لتركيبه قبل التشيك فالف. أيضا متطلبات تركيب محبسين قبل وبعد التشيك فالف لا تطبق على وصلة الدفاع المدني. وصلة الدفاع المدني أبدا لا نضع عليها محابس. وأيضا المتطلبات لتركيب محبسين قبل وبعد أيضا لا يتم تطبيقه على الوصلة القادمة من خط البلدية إذا كان لدينا المصدر الآلي الوحيد لتغذية النظام الجاف، فالكنترول فالف لا داعي لوجوده على طرف النظام من التشيك فالف. إذا كان لدينا مصدر لدينا only automatic source of supply هو الخط القادم من البلدية، فبعد التشيك فالف، بعد التشيك فالف لا داعي لتركيب محبس عزل آخر أو محبس تحكم آخر، سواء كان تشيك فالف أو كان الارم تشيك فالف. بالنسبة لمحابس التحكم مع الخزانات بالجاذبية، طبعا يتم تركيب بالنسبة للجرافيتي تانكس يجب أن تحتوي على محابس تحكم مركبة على طرفي التشيك فالف. بالنسبة للمضخات كنقطة تالية، إذا كانت المضخات موجودة في مثلا غرف قابلة للاحتراق أو معرضة لخطر الحرائق، خطر من الحرائق أو من سقوط الجدران، أو في حالة أن الخزان أو إطلاق الخزان إلى البرايفت فاير سيرفيس مين يغذى من قبل مصدر إمداد آخر، فإن التشيك فالف الموجود يجب أن يكون موجود في حفرة، أو أن محابس التحكم يجب أن تكون من بوست انديكيتور تايب أيضا موجودة في على مسافة آمنة من المبنى. بالنسبة للأكسسبيليتي، فكل المحابس التحكم لا بد أن تركيبها بأن تكون خالية من العوائق ويمكن الوصول إليها كما ذكرنا في بداية الكلام. فيما يتعلق أيضا بالوضع المحابس في البيت، فإن بخصوص محابس البوست انديكيتور فيجب أن ترتفع فوق الأرض وتكون سهلة الوصول. بالنسبة أيضا لنقطة أخرى هي اللوحة التعريفية أو إشارة أو لوحة تعرف بالمحابس والمنطقة التي تخدمها ووظيفة هذا المحبس. النقطة التالية من فقرة المحابس هي الـ Pressure Reducing Valves. في كلامنا في الدورات السابقة في الفصل السادس ذكرنا أن الحد الأدنى لتحمل الضغط لمكونات النظام يجب أن تكون 175 بي اس اي ما يعادل 12 بار. جدلا لو كان لدينا النظام فيه ضغط مثلا 13 بار، أي أعلى من هو مما هو مطلوب للنظام، فلا بد من تركيب البي ار في على أن يكون مخرج البي ار في أو الماء الخارج أو يكون بقيمة 11 بار.
يكون بقيمة 11 بار، لا يتجاوز 11 بار. إذا يتم تركيب بي ار في لتقليل الضغط من فوق 12 بار إلى مقدار لا يزيد عن 11 بار. طبعا البي ار في يتحكم بكمية الماء المارة بعده أو مارة فيه، وأيضا يعمل على تقليل الضغط. يمكن أن يركب على الرايزر أو يركب عند كل دور، فلا بد أيضا يتطلب مهارات خاصة ومعرفة خاصة، وأيضا لا بد من اتباع توصية الصانع في تركيب مثل هذه المحابس. أيضا تركيب البريشر جيج قبل وبعد البي ار في، هذا أمر لا بد منه. وأيضا في بعد البي ار في لا بد من تركيب الريليف فالف بقطر لا يقل عن 15 مليمتر، هذا أمر أيضا لابد منه، وأيضا يتم ضبطه على نفس الضغط الموجود لمكونات النظام. طبعا هذا الريليف فالف ربما يطلق الماء، فبالتالي لابد من توصيل كخط صرف أو خط لإبعاد الماء عن أماكن التي قد تسبب أو يتسبب لها بالضرر نتيجة سقوط الماء عليها. طبعا يجب تزويد محبس listed indicating valve، يجب أن يتم تركيبه على الـ inlet بالنسبة للـ BRV، إلا إذا كان الـ BRV نفسه فيه من تسجيله أنه يعمل كـ indicating valve. وأيضا لابد من تزويد أداة بعد الـ BRV من أجل اختبار شبكة النظام الرشاشات، أدوات أو محابس اختبار لشبكة النظام فيما بعد بعد البي ار في باتجاه الماء. يتم تزويد أداة لاختبار النظام. النقطة الثالثة من نقطة المحابس هي البوست انديكيتور فالفز. هذا البوست يوجد هنا كتابة اوبن اور كلوزد، مرتفع عن الأرض بمقدار 32 ل 40 انش. طبعا هذا إذا كان أرضي، أما إذا كان جداري فلا تطبق هذه القاعدة، ولا بد من حمايته من الأضرار. هذا شيء بديهي، لابد من حماية المحابس من الأضرار. النقطة الرابعة هي المحابس الموجودة في الغرف تفتيش، فيسمح بوضعها في حال سمحت الجهة صاحبة الصلاحية بمثل هذا التموضع للمحابس. طبعا وخصوصا إذا كان من غير العملي تزويد البوست انديكيتور فالف، فالمحابس المدفونة هي يعني هنا ربما نستنتج منها انه اذا كان استخدام البوست انديكيتور فالف غير العملي فيتم تركيب المحابس في حفر او غرف تفتيش حسب توصيه او السماحيه او الاذن من الجهه صاحبه الصلاحيه. طبعا لابد من توفير المفاتيح الخاصه بمثل هذه الحفر لفتحها او لتشغيل المحبس، وأيضا لابد أن تكون بمسافة وبحجم كافي لأغراض التفتيش والصيانة والاستبدال. وأيضا لابد أن تحمى من مثلا أن تبنى من طريقة معينة للحماية من الهزات الأرضية أو التجمد أو تجمع الماء فيها. ربما يسمح بأن تبنى تصب في الموقع أو أن تكون بريكاست أو تبنى من البريك، ولكن يجب من البلوك طبعا، أو بس المهم أن تكون قادرة على التحمل مهما كانت نوع المواد المستخدمة فيها. أيضا إذا كانت مثلا لدينا مثلا منطقة تربة رملية لا توجد مياه جوفية، يسمح بأن تكون أرضية غرفة المحابس من الحصى طبعا حسب الشكل A 8 17 2 B، مر معنا إن شاء الله في الجزء الثامن من التسجيلات. طبعا بالنسبة للخزانات الإليفيتد تانك، ويوجد لدينا محابس موجودة بالقرب من قاعدة الرايزر لهذا الخزان، فيجب الرجوع إلى الـ NFPA 22 لأخذ التوصيات الخاصة بمثل هذه التركيبات. لابد من وجود توضيح أو أن هذه الفالف بيت واضحة المكان، وأن الغطاء يجب أن يكون خاليا من أي عوائق، فلا يتم مثلا وضع مخزونات أو وضع آليات فوق، أو أن تكون الفتحة مثلا في أماكن مواقف سيارات تقف السيارات عليه، فبالتالي يصعب الوصول إلى غرفة المحابس هذه. النقطة التالية هي محابس أو الرشاشات الموجودة. طبعا الرشاشات موجودة في أنظمة التخزين، فكل هذه الأنظمة
فيها كنترول فالفز حسب الفقرات أو التوصيات الثلاثة التالية. من هذه التوصيات أننا أن الرايزر نفسه يغذي رشاشات السقف مع وجود محبس تحكم، وتشوف هنا الصورة أوضح هذه المجموعة، ولدينا هنا الخط الذاهب إلى الإنراك سبرينكلر، يوجد عليه رقم 10 وهو كنترول فالف فور إنراك سبرينكلر، والخط الذاهب إلى رشاشات السقف رقم 8 هو كنترول فالف فور سيلينج أوفر هيد سبرينكلرز. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية أو هي النقطة الأساسية أنه يتم تزويد محابس للرشاشات السقف ومحابس لأنظمة أو الرشاشات الموجودة في الصفوف التخزين. إذا كانت الرشاشات أقل من 20 في صفوف التخزين فلا نكتفي بالمحبس الموجود، محبس واحد فقط هو خاص بكلا النظامين، ويتم أخذ فرع من الرشاشات السقف إلى الرشاشات الموجودة في رفوف التخزين. أما إذا كان لدينا من الطرق الأخرى أيضا المسموحة مع اعتبارات خاصة بالمساحة، مساحة الراك ستوريج مع الممرات المجاورة لا تزيد عن 740 متر مربع، فيسمح بمثلا تركيب محابس مقطعية هنا تماما كما في الشكل السابق، ولكن هنا الخط النازل إلى الإنراك سبرينكلر يتم تركيب محبس رقم 10 هو الاس واي كنترول فالف او ما يسمى المحبس المقطعي. الصورة الاولى اذا تذكرون اخذنا الفرع من الرايزر نفسه، اما هنا اخذنا الفرع من منطقة رشاشات السقف وتم تركيب محبس عليه. هذا ما لدينا في هذه الجلسة، نلتقي ان شاء الله في الجلسة القادمة، نرجو ان نكون قد وفقنا لتوضيح البيانات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، نشر الفيديو، ابداء الملاحظات، بكم نستمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.